كافية معكم مشاهدينا وقبالتنا مباشرة على الهواء عبر شاشات الميال وان ورسات أنا وزميلي كاري الحسون. وبدي رحب بالاستوديو بالمحامية سيسيل روكوز. أهلا وسهلا فيك ماترو، شكرا لحضورك. شكرا لكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إن شاء الله يكون نهارك حلو كمان يا رب. شكرا. ماتر، نحن وياك اليوم رح نروح لموضوع العدالة، ورح نحكي طبعا بموضوع كونك حضرتك أو شي محامية، ثانيا حضرتك بتكوني شقيقة أحد شهداء انفجار مرفق بيروت، واليوم هذا الموضوع بعده حي اليوم بكل ضمير لبناني، واليوم بعد هذه القضية وبعدنا كنا عم نحكي قبل شوي تحت الهواء مع ضيوفنا اللي كانوا يروحوا لعنا على مرمخيل على الاستوديوهات تحته، وقلنا له الوقت بسبب الانفجار كل شيء تغير، كرمال هيك نقلنا لهون. يعني بعده اذا بدك هيدا الموضوع اكيد ما بيموت، هيدا الموضوع بخص كل لبناني، لانه بالنتيجه نحن بدنا نوصل لمحبه، نوصل للعداله. فكيف اذا كانت شقيقه احد الضحايا، واحد اثنين محاميه، اليوم بتخافي على العداله اليوم بلبنان اذا اجت متاخره؟ اكيد انا بخاف على العداله، على العداله. أنا خي جوزيف روكوز، بحب سميه باسمه لأنه ما بحب أقول أحد الضحايا. جوزيف كان يشتغل بقلب المرفأ وتوفى، انقضى عنا 4 شباب من أرتبة. أكيد الضحية بدها عدالة، ونحن على الأرض عم نجيب لهم العدالة لأن هن ما بيقدروا. والعدالة كتير معرقة بلبنان، يعني إذا بدك تقول عدالة بالمجتمع، في وين ما كان عدالة، في عدالة مجتمعية، عدالة بالقانون، كل شيء فيه مفترض يكون عدالة، بس للأسف عدالة القانون بلبنان مغتصبة، يعني هذه الكلمة فينا نستعملها، يعني اغتصاب سيادة القانون. عرقلة مش مقبولة بقلب المرفأ. إذا بدي أرجع شوي لورا، جوزيف كان نهارها، إذا بدنا نحكي ما بعرف شو هيدا السر، جوزيف ما كان نهارها دوره على المرفأ، حل محل أحد زملائه بالشغل، يعني كأنه كل شيء مكتوب انه يروح، يعني شيء كثير بيقهر انه ما كان دوره، اجى حل محل حدا، راح على احد البوابات خبرونا ما قدر يظهر، ما عملوا ايفاكيواسيون للمرفأ، كان في 40 دقيقة بين الحريق وبين الانفجار، ما صار هالشيء، يعني وين ما كان من وراء الفساد اللي نحن فيه. عم تحكي انت بالامان تبع العالم، 5 أجهزة امنية على مرفأ بيروت ما قدروا يامنوا هالعالم انهم يقدروا يخلصوا من هالانفجار، يمكن ما كانوا مجهزين. نحن وضع نترات على المرفأ هو جرم بحد ذاته لأنه بخالف كل القوانين، يعني معناتها نحن بحال بإطار جرم، وقتها بيكون في جريمة بدك تنبش مين الأشخاص، سواء كان الفعل متقصد أو متعمد أو شو ما كان، أو إهمال، يعني شو ما كان في جريمة، هذه الجريمة في إلى مسؤولين، المسؤولين سائبوا أنه هن وزراء سابقين، وسائبوا أنه هن أمنيين كمان على المرفأ، لأن هن اللي معنيين بسلامة الأشخاص العامة واللبنانية ككل. وقتها بلشوا القاضي عم بفتش على هالأشخاص والمسؤولين عن هالانفجار، أو تيعرف كيف بلشت العرقلة وبلشت العدالة تتعرقل، العدالة لعدالة الأرض، يعني عدالة الأرض لحد هلا معرقله بشكل كتير فظيع. عدالة السما رح نحكي عنها اكيد، ما حدا بيقدر يعرقلها، ربنا شايف واشع، ونحن بشهر مبارك اليوم شهر ايار، اكيد رح نحكي عن هذا الشيء، بس اليوم نحن وين صرنا بمصريات الامور؟ نحن هلا بامباس، يعني بمحل ما بقى قادرين نروح لمحل، لانه مقدمين طلبات رد بالقاضي، ومقدمين دعاوى قدام محكمه، يعني وصلوا ليقدموا دعاوى قدام محكمه غير مكتمل عدد اعضائها، وعطلوا لاكتمال عدد اعضاء بالسياسه، يعني تتكتمل هالمحكمه بدها مرسوم ليعبوا فراغات القضاة يلي طلعوا على التقاعد، نقصت هي مفترض تكون فيها كورم 5، فيها 4، هالاشخاص تيعبون بدهم مرسوم، والمرسوم عرقلوا وزير المال بامر من نبيه بري، صارت كل العالم تعرفها ونحن سمعناها من رئيس الحكومه، يعني تعرقلت، وصلوك لمحل ما بقى قادره تتحرك الا بدهم يشرعوا ويعدلوا القوانين تبع طلبات الرد، او بدهم يكفوا عدد الغرف، يعني نحن هون بلبنان يعني انتوا هلا رايحين مبدئيا، الا ما بعد في حلول على طول، القانون مش مفترض يوصلك لحيط مسدود، في حلول، بس مثل ما بتعرف يعني وصل التهديد لقلب العدليه لجوا، العرقله فظيعه بالقانون بالسياسه بكل شيء، كله عم بيعرقلوه، وصل التهديد للقضاة، يعني انه لهالدرجه، مشان هيك هي جريمه ضد حقوق الانسان، حق اخواتنا كلهم بالعيش،
هيدا جريمة بتطال حقوق الإنسان يلي لبنان ماضي على معاهدات دولية للتأمينها. طيب اللي عم برأيك عم بيراهن انه ممكن الايام ما بدنا نقول، ما بحب استعمل كلمة تنسي، ولكن الايام ممكن هي كفيلة انه تموت القضية شوي شوي. صدقني الضحايا اللي راحوا ما ممكن شيء نسينا اياهم. انا اذا بدي احكي عن خيي لإلي انا بالشخصي، كل الضحايا كلكم بتعرفوا كيف اللي راحوا عندك من الصغار، الاطفال اللي بايد امه يلي بقلب بيته. انا بدي احكي شخصيا عن خيي. خيي كان سبيسيال كثير، نحن خمسه بتربيين بنفس الطريقه، بس عاده العالم بيبقوا في منهم الناس الله عطيهم هبه، اللي بيبقوا موهبة. كتير هبه الموهبه كتير منيح. جوزيف يعني كان وين في حدا عايز شيء يساعده، عنده بيلاقي للفقراء للمعترين لكل شيء بيساعد. يعني مقصد. انا ما بستحي احكي بهيدي الطريقه قد ما كان منيح. يعني الله وقتها صار هيدا الانفجار انا عشوائي كنت كفرت، صرت اقول طب ليه جوزيف، يعني انه قديه منيح، كيف الله ما نجاه، كيف الله مثلا ما قال له فل، انه كان هو عم بيبعت فويس، عم بيبعت عم يسال عن شخص على المرفأ، عم بيقول له حريق كثير كبير وعم يسال عنه. طب صرت اقول طب ليه الله ما ساعده، ليه عم يسال على العالم وهو بوقت حس في خطر. بعدين رجعنا صرنا نقول يمكن الله عنده حكمه، يمكن ما بعرف شو هي هالحكمه يلي اخذ جوزيف، يمكن كلياتنا يلي نحن بعدنا لهلا عم نناضل عنا هيدا الامل انه لازم ما نوقف، لازم نضلنا مكفيين كرمال هالاشخاص اللي خسرناهم. اليوم جوزيف النضال كان جوهره، عن جد كان جوهره، كان عنده تعاليم اللي الله فرضها والمسيح على الارض هي مقدسة. مقدسه عنده. نعم ماتر، اليوم بتشوفي انه نحن حتى نقدر نخلي هالقضيه حيه، الايمان هو درب لنا؟ أكيد الإيمان هو شغلة كتير قوية. نحن كنا بفترة عم نقول، وصلنا لمرحلة نقول إذا كان دمهم بده يخلص لبنان إن شاء الله ما يروح هدر، بس تبين لنا أنه عم بيروح دمهم كلهم هدر، وكل اللي نقتلوا على مر الزمان عم بيروح دمهم هدر. هيدي جريمة ما بتنقبل، يعني كل الموت هو قاسي على كل الأهالي، بس هيدي الجريمة بحد ذاتها بس موت الغدر نتيجة فساد هالقد بشع. فسادهم وصلتنا أنه تدمرت المدينة وبعدهم عم بيجربوا يهربوا. يعني قد ما تقول حكمة الله قوية، في مثل كتير قوي أنا لحكمة الله، ولد قاعد تحت شجرة عم بقله لبيه في شيء كتير غريب، هالشجرة النخل كتير طويلة وسمرة بتطلع فيها بلحة والبطيخة بتطلع كتير كبيرة بالأرض بشغلة كتير سمرة صغيرة كبيرة بشتلة كتير صغيرة، شو السبب؟ قال له الله عنده حكمة. بعد شوي غمض عيونه قلبت التمرة على وجهه، قال له هي حكمة الله، لو قلبت البطيخة عليك قتلتك يمكن بهالمعنى في حكمة، بس أنا عم بقول إنه العرقلة على وجه الأرض هون ما بتنقبل. هلأ قد ما يكون الإنسان قاسي بده يجي وقت بده يطلع لفوق، ما رح يكون في واسطة، يعني عند الله ما في واسطة حدا يقدر يهربه، بده هن يشوفوا شو بدهم يعملوا لحتى يتقبلوا اللي عملوا، وهالفساد اللي وصلنا انه اخواتنا يموتوا بهي الطريقة. اذا كان تنقول هن ما قصدوا انه يحطوا نيترات، وهن منن عارفين هالوزراء اللي عم بعرقله انه هيدا الشيء كان ممكن يقتل، بس هن هلا اللي عم بيعملوه عرقلة العدالة هي جريمة، مفترض يحسوا على دمهم بقى ويقولوا انه في امات عن جد ببيوتها كتير مقهورة. انا وقتها بسمع الماما كل يوم عم تقول يا ولدي يا ابني كيف صار فيك وشو صار معك، ما نحن عم نتخزق كل يوم لا مرد، ما حدا حاسس انه ما مرده. للأسف. بيجيك مدعي عام يلي هو بيمثل الحق العام عويدات، بيطلق سراح كل الموقوفين بطريقه كتير بشعه، يعني بيغتصب القانون لدرجه طب انت عم تشتغل لمجتمع ولا لمصلحه السياسيين؟ قدام حاملينك الاهالي اليوم مسؤوليه لانه كونك محاميه كمان هون، يعني عندك غير انه الله يرحم خيك، بس عندك مسؤوليه ثانيه انه انت محاميه كمان، وانت بتدافعي بالقانون وانت بتدافعي كرمال الحق. اليوم الاهالي اللي حواليك اللي ممكن هن مش محاميين او اهالي عاديين، يعني اليوم حاملينك مسؤوليه، حس الحمل حملين. انا عندي مسؤوليه، بدي اعتبر جوزيف خيي كانه هو
عن الكل. أنا دايما كل ما بفشخ فشخة أو بدي أفكر بحيا لا شيء بعتبر أنه جوزيف قدامي وعم بيقشع والضحايا كلهم نفس الشيء. الأهالي يلي نحن بعدنا لهلأ عم نحارب وعم نقتل حالنا للحقيقة كلهم تقريبا صاروا يعرفوا بالقوانين، يعني كلنا بنقعد بنتشاور، هلأ عم نشتغل على المستوى، عم نشتغل على مجتمع الانترناشنال. يعني عن جد عنا مسؤولية كتير كبيرة وحيلا شيء عم نعمله وندرسه. انتو كأهالي عم تدرسوا الشغلة سوا، بعدكم متكاتفين لأنه أكيد. للأسف يعني بلبنان بعتذر على الكلمة دائما السياسة بتدخل وبتفرق حتى بهيدي الأمور، يعني إن شاء الله إنه يكونوا بعضهم كلهم على نفس، لأنه بالنتيجة الجرح كل لبنان مشروح، مش بس الأهالي، كل لبناني صادق وكل لبناني بيآمن ببلده وكل لبناني بيآمن بربه مجروح لأنه عارف أنه في شيء ضايع اليوم. فكيف بالأحرى هالأهالي يلي جرحهم جرحين اليوم بعدكم مع بعضكم متكاتفين؟ صدقني قصة السياسة هيدا شيء بقرف، يعني هو اللي بيشتغلوا عنا بلبنان بالسياسة هالقد corrupted people، يعني كتير فاسدين لدرجة انه بدهم يجربوا يفوتوا الاهالي بهيدا الموضوع. ما حدا منا مفكر بالسياسة، يعني حتى اللي هن على باس كانوا سياسيين او عندهم بينتموا للسياسة شلحوا توب السياسة وقت شخص بينتموا هن لنفس الحزب بيعمل شيء غلط بينتقدوه قبل غيرهم. يعني ما حدا منا بيفكر بالسياسة، ما حدا قبل اخواتنا. انا بس حط عيون جوزيف خيي بوجهي ما بقعد بفكر بحدا، حيلا شخص من حيلا سياسة ممكن يفيدنا نحن عم نشتغل ايدنا بايده، ما بنفكر هيدا قوات، هيدا عونة، هيدا مش اذا حزب الله يلي هو عرقل، اذا مين ما عم بعرقل بيقول بدي اوصلكم لمحل ومنشوفه انه جدي، نحن مستعدين انه نشتغل مع حيلا شخص عم بيقربنا للحقيقة. بدنا هيدي العدالة عن جد توصل. صح، انتو هلا وصلتوا لهيدا المحل، اليوم نحن رح نروح على العدالة الدولية، قادرين تروحوا او مش قادرين الا ما تخلصوا هون الا ما كيف بدها تصير؟ نحن اكيد وقتها طلبنا لجنة تقصي حقائق دولية ومضينا على اوراق، وهلا في عديد من النواب كمان مضيوا كتب للاتش ار سي الهيومن رايتس كونسل. نحن بدنا نعتبر انه هيدي بدها تعمل، نحن عم نطلب فاكت فايندينج ميشن، يعني لجنه تقصي حقائق دوليه تعمل بالتوازي مع التحقيق المحلي. هلا التحقيق المحلي هو بوضع نحن عم نرفع تقارير للخارج وعم نحكي مع نواب وين ما كان وعم يعملوا رابورات وعم بيقولوا، لانه اذا بتتذكروا من فتره 38 دوله مضيوا انه عم بيقولوا انه نحن 38 دوله نحن مندعم الأهالي وحزنهم ومنعرف لازم يوصلوا للعدالة والحقيقة، ونحن بدنا نوصل مساج لدولة لبنان إنه هيدي العرقلة اللي عم بتصير هي ممنهجة، يعني هي مقصودة، مش هيدي منا دفاع عن النفس. ونحن بدنا نقلهم إنه يكون التحقيق شفاف، يعني نحن وقت نطلب لجنة التقصي تكون بالتوازي مع التحقيق المحلي. بالنتيجة نحن بدنا يطلع قرار اتهامي بلبنان، وفي عندك عدة دول عم ينرفع دعاوى فيها لأن في من الضحايا أجانب. نعم. دولهم بيتكلوا كمان على الحكم المحلي اللي بده يصدر من هون كمان تا يحاكموا ويعرفوا شو بدهم يعملوا برا. بالنتيجة نحن هلأ بجوان في جلسة للHRC ونحن كمان عم نرفع رابورات تنقلهم انه بعد لحد هلا الاشياء بعدها مثل ما هي. ما حدا باله، يعني من فتره كان وزير العدل بالاتفاق مع وزير المال مع الرئيس نبيه بري، اذا ما فيني فوت بالتفاصيل لانه نحن كلهم عندنا اياهم دوكيومنتد وموثقين كيف الاشياء كانت عم تمشي، يعني كلهم عم يتفقوا مع بعضهم حتى القاضي لانه ما قدروا يلعبوا له لانه قنات ما قدروا يسيطروا عليه وما قدروا يشوفوا شو بدهم يعملوا معه تغيروا له شغله وطريقه شغله ويهتوه استنسابي وسياسي ومسيس. طلع اخر شيء المدعي العام اللي بيمثل الحق العام هو المسيس وهو اللي اشتغل تحت ايدهم واخرج كل الموقوفين بشكل منه قانوني، ما قدروا يسيطروا على القاضي، صار بدهم يحطوا قاضي رديف قادر رديف تيتصرف تيطلع الموقوفين. نعم. سياسيا وكرمال يشوف شو بده يعمل للسياسيين يلي هن كمان مطلوبين للأسف. نعم. قبل ما نختم نحن وياك، طبعا أنا بقدر كثير حضورك صدقيني أستاذ، يعني بقدر وبعرف قدي الجرح عميق وقديش الفراق صعب
وقديش هذا الموضوع أليم. يعني أنا كثير بحترم حضورك معنا اليوم باستوديو وتقدري تحكي وتوصلي اللي أنت لازم توصلي، ونحن واجباتنا نكون هون حدكم. حتى أختم معك كونك على شاشة تيلي لوميير ونورسات، أكيد بهذا الشهر المبارك شهر أمنا مريم العذراء، أكيد أنتو اتكالكم، بعرف انا الاهل، بعرف اخوتك، بعرف كل الناس متكلين، لانه الصلاه هي الوحيده اللي رح تشفي من جوا، وهي رح تساعد تتبين عداله السماء. اخر شيء انا بدي اقول انه نحن صراحه كل انا والاهالي، الماما غير شيء، الماما بتضل حامله المسبحه وبتصلي، انا عندي غضب وكل الاهالي عندهم غضب كثير كبير. يعني أنا أول ما جوزيف قلت لك يعني طلعت على مرشر بل ما قدرت صلي، لشفت بارغريه وصار يفسر لي ويقول لي خيك جاهز، وأنت عم بتقولي هالقد كان قريب من الله، هو تلميذ المسيح، بدك تقولي أنه يمكن الله اختار هيك عالم، بس أنا عندي غضب بقلبي، يعني أنه أنا محامية وخيي أصغر مني بسنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر، بنقهر كثير عليه، بعز شبابه بنقهر، ما بقدر، عندي غضب بالعدلية بالبيت، وقتها بكون عم بقرأ ورقة، وقتها بشوف تصرفاتهم تجاه هيدا الملف، وقتها بكون بالعدلية بيجي محامي بيقول ما في كثير ماتوا قبلهم، يعني مستخفيين بهالضحايا اللي راحوا للأسف. بس بالآخر بقول ما حدا أكبر من ربه، عفيفي. يعني آخر شيء حلوة نخطو فيها، آخر شيء آخر شيء في الله، في الله بيعرفه، وإذا ما بيصلحوا ما بيعملوا اللي لازم ينعمل، ما بعرف كيف بده يستقبله ربنا. هو آخر شيء، أعدل من كل العالم. وهيدي كمان في ايات بالانجيل كثير بتحكي عن هذا الموضوع، انه انا لا استشرت حدا ولا قلت لحدا، ولكن انا عدالتي بتشمل الكل، يعني اخر شيء ربنا هو بيعرف. انا بدي اتشكرك، وتحياتنا لك ولجهودك، وربنا يكون حدك ويرافقك، ونحن اكيدين من هيدا الموضوع. بقدر بس اختم بشغله، انه انا عده مرات كون عم بعمل شغله لجوزيف، اشياء قانونيه، ما فيني اقول لك كيف تتيسر الامور بطريقه منا طبيعيه. يعني انا على طول مرات بكون زعلانه كثير، بحلم وبنومه بحس انه هو حد صدقني، اكيد اكيد، وهو انا اكيد انه موجود وقاشع شو عم نعمل. خلينا اياك، اكيد اكيد ربنا قاشع وشايف، وعندك اكيد شفيع بالسما. شكرا لك مات، شكرا لك، انا كثير كثير قدرت حضورك اليوم، شكرا لك مات استسيل، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نروح لفقره سوسايتي مع زميلي كريم.